نعود مع مطلع هذا اللقاء إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا المستمعات، تقول تا واو ميم. أختنا عرضنا لها بعض القضايا في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تقول: إذا كنت قد اغتبت أحدا فماذا علي أن أفعل؟ وعندما أقترف ذنبا واستغفرت الله وتبت إليه وأقلعت وندمت، فكيف أعرف أن الله غفر لي ذلك الذنب؟ جزاكم الله خيرا. إذا حصل منك مظلمة لأحد في غيبة أو نميمة أو غير ذلك من الإساءة إلى الآخرين بقول أو فعل، فإن عليك التوبة إلى الله والاستغفار، ثم عليك برد المظلمة على صاحبها إن كانت مالا أو حقا من الحقوق، أو طلب المسامحة منه إن كانت في عرض، إلا أن تخشي فتنة أكبر ومضرة أكبر. فإنه يكفي مع التوبة الثناء على ذلك الشخص في المجالس التي حصل منك إساءة إليه في حقه، بأن تثني عليه وتمدحيه، وكذلك بالدعاء له، كثرة الدعاء له لعله يعوض ما حصل منك من الإساءة إليه. وأما بالنسبة لمعرفة هل الله سبحانه وتعالى غفر لك، فهذا لا يعلمه إلا الله، ولكن عليك ببذل السبب وهو الاستغفار والتوبة ورد المظالم إلى أهلها وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا وعد التوبة والمغفرة لمن تاب إليه واستغفره، وهو سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. عليك بحسن الظن بالله عز وجل. نعم.